دابا ان شاء الله ندوز بالنسبه للوليدات مع دابا الدخول في هالابواب. الله يوفق الجميع يا ربي امين. نتمنوا النجاح للجميع ان شاء الله. يا ربي امين يا ربي امين ان شاء الله. ان شاء الله عندنا مادلين بالليمون، عندنا المقادير 4 ديال البيضات، كاس ونص ديال السكر، كاس ديال العنبه هو اللي معتمد كلشي كيعبر به، كاس ديال الزيت، عندنا جوج خمارات، عصير ديال واحد الليمونه، وهذيك الليمونه هي اللي كناخذوها كنحكوها على زاز ديالها، شويه ديال الملحه، معلقه ديال الخل، واحد ياغورت طبيعي، ونص ساشي ديال الزهر، سكر ديال الزهر ماشي فاني، والدقيق حسب الخليط اللي دخلت لنا العجينه، حيت كاين نوع ديال الدقيق اللي كيشربوا كاين نوع على حسب بالنسبه للمقادير ديال المادلين للاطفال. عندنا 4 ديال البيضات، كاس ونص ديال السكر، كاس ديال الزيت، جوج خمارات، عصير الليمونه ولوزاز ديالها، شويه ديال الملحه، معلقه ديال الخل، واحد ياغورت طبيعي، ونص ساشي ديال الزهر، والدقيق حسب الخليط. بالنسبه للتزيين على حسب الرغبه ديال وليداتنا، يا اما حبيبات الشوكولا او الفواكه الجافه والمربى. دابا الطريقه لاله سناء، عندنا كنخدموا مزيان البيض حتى كيتضاعف الحجم ديالو حتى كيبيض بشكل غادي نخدموا لا جينواز. بالنسبه للسكر كنزيدوه تدريجيا، ما كنكبوهش في دقه واحده، والزيت كذلك حتى هي كنكبوها بحال اللي كنخشكل كنخدم مايونيز شويه، وكنزيدوا الياغورت الطبيعي، باقي العناصر. اما بالنسبه للطحين كنكونوا غبناه مع الخميره عاد كنزيدوه. العجينه ديالنا ما تكونش ثقيله، تكون بين وبين، سيرتو مادلين ماشي بحال شكل الكيك كبير. وبالنسبه للطاي وكنديروه في كيسات فرديه اللي على حسب اللي متوفر عندنا. بالنسبه للطهي 20 دقيقه. ومي كيخرجوا سخونين كندهنوهم بالمربى ديال المشمش العادي، داك اللي كيكون خفيف اللي كنخدموا به الحلويات. واخا. ولا حبيبات الشوكولات كيف ما قلتي لنا؟ حبيبات الشوكولات حتى كنخرجوهم من الفران وندهنوا بالمربى، عاد كنديروهم باش كيلصقوا مع داك السخونيه ديال الكيكه ومع داك التعليكه ديال الكونفيتور. بحال دابا اي اسمحي لي تفضلي تفضلي فرح. بالفواكه الجافه، بالنسبه للفواكه الجافه كنديروهم قبل ما كيطيبوا. يعني في فاش نضيفوا الطحين، فاش نضيفوا الطحين ونكبوهم في الاكياس عاد كنديروا لهم في الكاسات، عاد كنديروا لهم فواكه جافه. ولا بغينا ما يهبطوش لنا من الاحسن نكونوا مقطعينهم طريفات صغار ويكونوا عندنا في المجمد، باش اون فوا كنديروهم راه ما كيهبطوش، كيبقاو الفوق كيبقاو قابضين. فوالا. حتى حبيبه الشوكولا اللي كنا بغينا نديرهم يطيبوا في الاول كانوا من النوع الممتاز ديال الشوكولا، كان حتى هما من الاحسن يكونوا في المجمد، يكونوش في درجه حراره المطبخ باش ما كيهبطوش وكيبقاو شادينا. لا يعطيك الصحه. لا لا يخطيك. لا. وبالنسبه للمادلين بحال دابا الوليدات اللي تيبغيو مثلا الكونفيتور لداخل مثلا، ولا يعني اييه، ولا الكونفيتور لداخل، ولا ديكولي دو فوي. كنديرو مثلا الطبقه الاولى ديال العجينه وكنديرو لو كولي، ولا مثلا الشوكولا صالح للدهن ولا اللي بغينا، وكنعاودو نغطيو بطبقه اخرى عاد كنديرو بيطيب. واخا. بحال كيقولوا الوليدات لان دوك اللي كيتباعوا في نفس الوقت الفران شاعل الفوق والتحت كيطيب. يكون سخون. ايه دابا بالنسبه